السلام عليكم محمد حبيبي المصطفى للالمنيوم ابواب شبابيك بي بي سي كاونترات. اليوم عندنا اشتغلنا كاونتر لابو مصطفى الغالي. احنا رتبنا كاونتر مترتين ويا المرمر مالته ثلاث مجرات، مجر قطعناها بالنص، هذه الخالي بها رف، هنا الخرطوم مالت الحوض وسلة النفاية، وهذه خانة للقنية الغاز جوا دعمناها الجسر، ضفنا له هنا منتصف الخلاطين وهذا حجر خلاط حتى يصير سهل عملية التنظيف جوا الكاونتر بدون ما واحد يحركه. هنا بعد الملحق هذه البارتين بالساية بيه الرف، هاي هم وياهم السلة مال المواعين، وهاي مالت الباصات. هنا إذا تحب تطلب علي عنوان المرشحة، ولو شيء بسيط بس هاي بدل ما تموت الخانة كلها الرفوف البين، بدل ما تموت الخانة كلها هنا يستعمل البهارات الشغلات البسيطة بالطباخ حتى ياخذ راحته. عمليت بالغراضة تصير قريبة عليها البهارات مال البهارات. هنا صورت تاج لون المرمر ابيض يبراغ وردي وياها لمعه فضيه، وهذا كارت المعمل، معمل الحبيب المصطفى للالمنيوم، هذا رقم الاثير والاسي. العنوان كربلاء البوبيات تقاطع نزل مقابل الاسواق البرتقاليه مجاوز معمل حداده الكعبي.